السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع محمد قاسم. الفيديو ده بخصوص وظائف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. طبعا منذ عدة أشهر أعلنت الوزارة عن وظائف لحملة الثانوية في أعلى، وظائف مراقبين ومراقبات وحراس أمن ودعاة وأئمة وغيرها من الوظائف. وتم إجراء المقابلات الشخصية وتم الانتهاء من المقابلات الشخصية مع المقبولين، وتم التقديم على الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، هذا هو الموقع الرسمي. وحتى الآن لم تظهر نتائج هذه المقابلات، إن شاء الله تظهر في القريب العاجل. وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أعلنت حاليا عن وظائف جديدة في منصة التوظيف. نضغط هنا نجد وظائف إمام وظائف مؤذن. إمام لا عدة شروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ألا يقل العمر عن 18 سنة، الحصول على شهادة ثانوية وغيرها من الشروط. تستطيع الاطلاع عليها والتقديم من التقدم للوظيفة. هذا بالنسبة للإمام. بالنسبة للمؤذن نفس الوضع، لها عدة شروط: أن يكون سعودي الجنسية، ألا يقل العمر عن 18 سنة وغيرها من الشروط. التقديم من هنا. تستطيع الدخول من المنصة الرئيسية في الصفحة الرئيسية منصة التوظيف أو من خدمات الأفراد ثم منصة التوظيف. طبعا وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أعلنت عن هذه الوظائف الجديدة. سوف نستعرض بعض الأسئلة الخاصة بالإمام والمؤذن التي يجب أن يعرفها حتى يستطيع اجتياز المقابلات الشخصية. التيمم: الحالات التي يشرع فيها التيمم إذا لم يجد الماء أو كان عنده ماء لا يستطيع أن يتوضأ به لكونه مريضا أو به جروح أو كان هناك برد شديد ولم يجد ما يسخن به الماء. صفة التيمم: أن يضرب التراب بيديه ثم يمسح وجهه بهما ثم يمسح ظاهر كفيه براحتيه، هذا هو التيمم. شروط التيمم: النية على عدم القدرة على استعمال الماء، ظهارة التراب، الخف والجوارب. الخف هو ما يلبس على الرجل من الجلد ونحوه، الجورب ما يلبس على الرجل من الصوف والقطن ونحوهم، الشراب. حكمهما: يجوز المسح على الخفين والجوربين. شروط المسح عليهما: أن يكون لبسهما بعد كمال الطهارة، أن يكون ساترين للرجلين مع الكعبين، أن يكون طاهرين، أن يكون المسح في الوضوء دون الغسل، أن يكون في أثناء المدة المحددة وهي للمقيم ليل يوم وليلة تبدأ من أول مسح بعد الحدث، للمسافر 3 أيام بلياليها تبدأ من أول مسح بعد الحدث. صفة المسح: يبلل يده بالماء ثم يمسح ظاهر الجورب مرة واحدة ولا يمسح أسفله. مبطلات المسح: يبطل بأمرين: انتهاء المدة وخلع الجورب أو الخف. آداب لبس الحذاء والجورب: إذا انتعل فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لا يمشي في نعل واحدة، لينعلهما جميعا أو يخلعهما جميعا، ليحرص أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، فإن الله جميل يحب الجمال. تعريف الصلاة: الصلاة لغة هي الدعاء، وفي الاصطلاح أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فرضت الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج في السماء السابعة قبل هجرة صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. حكم الصلاة: الصلوات الخمس فريضة فرضها الله على عباده، واجب على كل مسلم بالغ عاقل ذكر أو أنثى، وترك الصلاة المفروضة محرم وكبيرة من الكبائر ومن أعظم الذنوب، لأنها ركن من أركان الإسلام. أوقات الصلوات الخمس: الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، العصر من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس، المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر، العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. مكانة الصلاة: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. أهمية الصلاة: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد
أفلح ونجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. شروط الصلاة: الإسلام، فلا تصح الصلاة من الكافر. التمييز، فلا يؤمر الصغير بالصلاة حتى يبلغ 7 سنوات. العقل، فلا تجب الصلاة على المجنون. الوضوء، فلا تصح الصلاة بدون وضوء. ستر العورة، فلا تصح الصلاة وشيء من العورة ظاهر. فالرجل عورته من السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة في عدم حضرة الرجال الأجانب. إزالة النجاسة، فلا تصح الصلاة وشيء من النجاسة على البدن أو اللباس. استقبال القبلة، فلا تصح الصلاة من غير اتجاه الكعبة المشرفة. النية، فلا تصح الصلاة بدون النية، فمحلها القلب والتلفظ بها بدعة. دخول الوقت، إن شاء الله نكمل بقية الأسئلة والإجابات في فيديو قادم. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.